اليوم الأحداث كثير اليوم أيضا في صحيفة عكاظ في الدين والحياة في الشيخ الدكتور سعود الفيسان اللي هو عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هنا نبغى نكون دقيقين أيضا في نقل الكلام. الشيخ الدكتور ما تكلم عن قضية رادويو عبد الغني، ما تكلم عنها، ولكنه تكلم عن الوسط الرياضي بشكل عام بكل تفاصيله وكل أحداثه، وتحدث قائلا طالب بتشديد العقوبات، واعتبر ما يحدث مؤشرا خطيرا على انحدار الأخلاق. الفنيسان لعكاظ سب وشتم وقذف وألفاظ عنصرية تدخل الذهاب إلى الملاعب دائرة الكراهية شرعا. طبعا تحدث في كثير من الأمور، وقال عكاظ لعكاظ ما يحدث في الملاعب أمر خطير يدل على انحدار القيم والأخلاق وتحول الرياضة من مسارها وهو التنافس الشريف إلى التعصب الأعمى الذي يعمي البصائر فيغض كل طرف عن أخطاء الغير حتى ولو كانت مخالفة لشرع الله. وعد النفيسان أن مشاهدة المباريات بالإضافة لكونها مضيعة للوقت فإنها تحول إلى تأجيج التعصب في المجتمع وتعليم العادات السلبية كالشتائم والسباب واللعان والقذف، وهي أمور خطيرة في حال استفحالها في المجتمع. بعدين دعا فيسان رئاسة الأمانة الشباب بتشديد العقوبات على اللاعبين والإداريين والجماهير الذين تحدث منهم تجاوزات لا أخلاقية سواء كانت لفظية أو فعلية، مبينا أن التهاون في تنفيذ العقوبات أو التخفيف منها يؤدي إلى استفحالها وتمادي فاعلها، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب. حديث الدكتور هنا يتحدث عن كل الوسط الرياضي بشكل عام، هذا استكمال لحديث العكاظ. علقوا عبد الكريم. الحقيقة شوف، يعني أنا يعني فهمت من كلام الأستاذ خلف منفي، ومن يعني حسب فهمي وخلفيتي وإدراكي للأمور، أنه يعني أوكي إحنا في بلد يحكمها الشرع الإسلامي والدين الإسلامي الحنيف، وأنه كل الأنظمة عندنا تحت لواء الدين الإسلامي، ولكن هناك تخصص في كل القضايا. هناك لجنة تفضل المنازعات التجارية، هناك لجنة تفضل المنازعات المالية، هناك محاكم خاص مختصة في الطلاق، هناك محاكم مختصة في القضايا الجنائية، هناك محاكم مختصة، فالقضية كلها يعني تحت الشرع بشكل عام، ولكنها لا يحال كل شيء. الآن نظام العمل والعمال له النظام الخاص. العامل الآن إذا عنده مشكلة ما يروح المحكمة، يروح اللجنة. بس إذا كان عنده، إذا كان العامل عنده مشكلة مع العمل والعمال، ما اقتنع بقراراتها وعنده مشكلة مع العمل والعمال، يروح للمحاكم ولا ما يروح؟ يروح للمحاكم المختصة اللي مخصصة من قبل الشرعية. المحاكم الشرعية، لا المحاكم الشرعية يعني كلمة عامة فيها كل شيء، حتى في يعني قضاة في جهات أخرى غير المحاكم. تميل لحديث خلف ملفي ولا الدكتور عيسى الغيث؟ بالتأكيد الدكتور تكلم بشكل عام وأبو أحمد تكلم بشكل خاص. الآن عندك قضية ضد ديوان المراقبة، ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، اللي فيها كلهم ناس خلفيتهم شرعية وهم قضاة، ولكن هم يعني يشتغلون في هذا الجانب ولكنهم ليسوا قضاة في المحكمة. طيب، فكل قطاع له الجهة اللي يذهب لها، أما أنه نحول كل شيء للمحكمة كان ما تميل لمن؟ يعني ما في شك، أنا كلامي واضح. إيه، لا تميل أكثر لحديث الدكتور. بالتأكيد أن هناك تخصص، هناك جهات مختصة عن كل قضية. صحيح. وبالتالي يجب أن كل إنسان يقوم بعمله في إطار الشريعة الإسلامية. هذا الكلام أنا ما أختلف معك عليه. تميل مع خلف ملف ولا الدكتور؟ وهذا هو طبعا. أنا عشان أعرف، أنا ما فهمت صراحة. إيه؟ تميل مع مين؟ لا لا، أنا ميل مع خلف. تميل مع خلف. ما وضح الخلفية، النقطة اللي أنا وضحتها لك أنه في كل جهة، حتى الآن هناك مطالبات في يعني محاكم رياضية. طيب، وبالتالي تحول القضايا إلى محاكم رياضية. طيب، أنت أخذت أعطيتنا وجهة نظرك، وذكرت عشان نتأكد من فهمنا الصحيح أنه أنت تميل مع خلف ملفي في حديثه وتدعم وجهة نظره. دكتور تركي. طيب، خلي أخذ الموضوع بشكل شوي مختلف. يعني هم يتكلمون عن قضيتين مختلفة. يعني من حق حسين عبد الغني أنه يذهب للقضاء ويرفع قضية، ولكن ممكن ترد الدعوة. يعني الموضوع مش قضية أنه لحق خالد عزيز، لا حد ينسى خالد عزيز. ترى البيان اللي صدر من لجنة الانضباط يقول أي لاعب، وكان الحديث وقتها أنه خالد عزيز وحسين عبد الغني. والله شوف، عشان ما ينسى، بس في ناس تنسى موضوع خالد عزيز، لأن إحنا ما عندنا خلفية كاملة عنه، من الصعب ان احنا نتحدث عنه صراحه. يعني حتى كثير مواضيع اللي تطرح احيانا ما يكون عندك الخلفيه الكافيه، ولكن موضوع رادوي وعبد الغني يعني واضح للجميع. الموضوع انه حسين عبد الغني من حقه يعني التقاضي، حتى على مستوى العالم من حق اي شخص ان يذهب للقضاء، ولكن من حق القضاء
أن يرد الدعوة بعدم أنه يعني في قضايا يعني ممكن أنت ترفع قضية ضد المرور أو بسبب مخالفة مرورية ويردونها المحكمة ويقول لك لا اذهب لجهة الاختصاص. فهم يتكلمون عن قضيتين مختلفة. الدكتور الغيث يتكلم عن قضية كقذف وكسب وأنه من حق أي شخص يتقاضى. خلف ماخذ قضية محددة واضحة عرفت يعني ويتحدث عنها وفعلا يعني لو أنت أخذت الموضوع تجد الاثنين أصلا يصبون في نفس الموضوع. ولكن خلني أخذ الموضوع بشكل مختلف شوي يعني أنه القضية أصلا مش قضية قذف نهائية يعني. الموضوع رادوي وعبدالغني هي ليست قضية قذف نهائيا. القذف هو أصلا في الزنا فقط. الأشياء الأخرى لا تندرج تحت القذف نهائيا ولا يمكن أن تنظر عليها على أنها قذف. قضية إيش؟ سب شتم. الشيء الآخر حتى قضايا السب والشتم يعني قالها الدكتور الغيثي بشكل جدا ممتاز أنه القضايا اللي هو السب والشتم اللي تقول يا سكير يا عربيد أو ما يندرج تحتها لها أيضا شروط عشان أنت يعني لو أنه حسين عبد الغني ذهب للمحكمة اسمح لي بس في هنا جزئية الشيخ يقول مشيرا أن الاعتداء باللسان إذا انبلغ حد الرمي بالزنا أو اللواط فعقوبته حد القذف 80 جلدة دفعة واحدة. صحيح صحيح. هو لازم يكون صريح. هو بالضبط لازم يكون هو أول صريح. أول شيء أنه هو ما قذف بالزنا ما في لفظ زنا أو تلميح حتى بالزنا. الشيء الآخر والأهم في الموضوع أنه يجب أن يكون لفظ صريح لا شك فيه وله مؤول مش تأويل. الشيء الآخر أنا أقول لك لو يجي يعني أصغر محامي موجود في السعودية وتدافع عن رادوي قال لك أول شيء هذا مش قذف. الشيء الآخر والأهم أنه ما فيه لفظ صريح يدل على الشتم حتى الشتم ما فيه يعني لفظ صريح. الشيء الآخر اللي أنت تقدر أيضا تستدل فيه أن اللاعب لغة الإنجليزية ضعيفة أن اللاعب أصلا ما كان يعني ما كان يقصد الكلام وتأويله في كثير من الأشياء أصلا. يعني أنا أعتقد أنه حسين عبد الغني وحتى خالد عزيز إذا ذهب طيب. للقضاء أنا أعتقد أنه المشايخ بيقولهم والله ترى عندنا مواضيع أهم من هذه توكل على الله. طيب أسألك نفس السؤال سألته عبد الكريم الجاسر واللي سألته طارق بن طالب واللي سألته خلف ملفي بس اليوم أطرحها بشكل مختلف. نسألتهم أنه تؤيدون الذهاب للقضاء ولا لا. أنا سألت عبد الكريم سؤال نفسه بس مختلف شوي. تؤيد كلام الدكتور عيسى الغيث أو كلام خلف ملفي؟ أسألك نفس السؤال تؤيد كلام الدكتور عيسى الغيث أو خلف ملفي؟ تميل أكثر لمن؟ أنا أؤيد شيء واحد أنه إحنا عندنا الحقيقة زبالة وطلعت المفروض أن إحنا نلمها خليها في كرة القدم. وش الزبالة؟ يعني المشاكل اللي قاعد تصير في كرة القدم الآن. طيب يعني والسياحة والكلام. أنا ما عندي مانع الواحد يعبر برأيه قد ما يقدر وزي ما يحب. بس ودي يعني إنه بعض الألفاظ شوية يعني ما نزعل الناس. أنا أعرف إنه عفوية. بس إنه المفردة صعبة شوي. زبالة يعني مرة صعبة. هي يا طويل العمر لما يكون عندك مشاكلك الكثيرة خلنا نسميها مشاكل. أيوة أحسن. مشاكلك الكثيرة واللي أنت أصلاً ما تبغى الغسيل كي ينشر عند العالم. المفروض انك انت تلمل المواضيع وان احنا نعرف اصلا هذه مستخدمه للاعلام للاستهلاك الاعلامي. لا اعتقد انه خالد عزيز سيشتكي ولا اعتقد انه حسين عبد الغني سيشتكي. في نهايه الموضوع هي للاستهلاك طيب. الاعلامي. اسالك نفس السؤال مره ثانيه دكتور تؤيد كلام الدكتور عيسى الغيث ولا خلف ملفي؟ تميل انا قلت لك انا الدكتور الغيث نقطته واضحه جدا 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 اذا فيه يعني سب او قذف انه من حق اي انسان يروح. خلف ملفي يتحدث عن قضية معينة قضية أنه لا يحق للاعب كرة قدم بصفته كلاعب كرة قدم يذهب للقضاء. أنا أيد في هذه النقطة خلف ملفي. أيد خلف ملفي. ضم صوتك صوت عبد الكريم. طيب معنا على الهاتف الأستاذ خالد أبو راشد المحامي والرجل القانوني معلقا على الأحداث. أستاذ خالد يعني بشكل سريع لو تكرمت علينا. نعم أستاذ الكريم أنا أختلف رأي مع ضيوفك الاثنين الكرام. أولا الدكتور حكم وقال إنه هذا ليس بقذف وبالتالي ليست بجريمة. من قال في القانون الجنائي أن الجريمة فقط لا غير القذف؟ إذا وصلت إلى حد القذف فهذه فيها حد. وأما إذا كانت ما دون القذف من سب من ستم من تلميح من إشارة فهذه فيها تعذير. فإحنا ما نبغى نتكلم عن العقوبة سواء كانت قذف أو سواء كانت تعذير. إحنا نتكلم هل هي قضايا جنائية أو قضايا غير جنائية. اللبس اللي حاصل في الوسط الرياضي إنه نعم الفيفا أن القضايا الرياضية يجب أن تنظر في الجهات الرياضية المختصة ولكن لم ينص الفيفا على القضايا الجنائية. لو لاعب لا قدر الله قتل لاعب في الملعب أو مثلا اعتدى عليه بإصابات بليغة نقول له والله لا تروح المحاكم هذه قضية رياضية. لذلك الأمير نواف لما تدخل وصرح صراحة أن القرار كان خاطئ
الصياغة خاطئة. القرار كان يجب أن ينص على القضايا الرياضية وليس على الرياضيين. فهنا إحنا نفرق، إذا كانت قضية رياضية فهي قطعا مختصة بالوسط الرياضي، وإذا كانت القضية تجاوزت ووصلت إلى الجنائي فهذا حق دولة، هي حق عام وحق خاص، فتحال إلى القضاء أو إلى المحاكم. فطبعا كلام فضيلة الدكتور صحيح، وكلام الشيخ اللي بعده كمان أيضا عقب صحيح. أستاذ خالد أبو راشد، شكرا جزيلا لك.